باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوع تأملنا النهاردة من برنامجنا من وحي الساعة بعنوان الرب طالب قلبك. مملكة إسرائيل كانت مملكة موحدة تحت حكم داود وسليمان ابنه، وبعدين في أيام رحبعام أظهر شدة في معاملته مع الشعب، فحصل تذمر وثورة على رحبعام بقيادة واحد اسمه يربعام ابن نباط. لما عمل الثورة قدر يشق المملكة، مملكة إسرائيل، لمملكتين: مملكة شمالية تسمت مملكة إسرائيل أو المملكة الشمالية، ومملكة جنوبية اللي هي يهوذا، اللي هي ضمت سبطين، سبط يهوذا وبنيامين. والمملكة الشمالية كان فيها 10 أسباط. رحبعام في بداية ملكه كان خايف من يربعام، واتضع قدام ربنا وكان طالب ربنا، فاتذلل قدام ربنا هو ورؤساء الشعب بتاعه، رؤساء يهوذا والناس اللي طالبين ربنا. فالله سنده، كان ماشي كويس، لكن في الحقيقة بعد شوية رحبنا مدن محصنة عشان يدافع عن مملكته ضد يربعام، وشوية بشوية حس بثقة في نفسه واستقرت المملكة بإيده، فترك ربنا زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس كده في أخبار أيام تاني أصحاح 12 آية 1، يقول: ولما تثبتت مملكة رحبعام ولما تثبتت مملكة رحبعام وتشددت، ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل معه، يعني كمان أضل إسرائيل كمان. فسمح ربنا أن يسمح له بحبة أدب كده، فصعد عليه شيشق ده كان ملك مصر في الوقت ده، الفرعون بتاع مصر. فأرسل ربنا نبي لما جه في الوقت ده، نبي يقول له ويفهمه ليه ربنا أرسل شيشق. فقال له كده ربنا: هكذا قال الرب، أنكم تركتموني وأنا أيضا تركتكم ليد شيشق. فابتدى الرؤساء يتذللوا هم والملك، وقالوا كلام جميل جدا، قالوا: بار هو الرب. كلمة بار هو الرب يعني ربنا له حق أن يبعت علينا شيشق، إحنا نستحق، إحنا اللي تركنا ربنا. بعد كده يقول لنا الكتاب المقدس إزاي أنه رحبعام أن هو ابتدى يتضع صحيح، وربنا يعني سامحه وابتدى شيشق يخف ايده من عليه. لكن اللي عايزين نقوله دلوقتي ان الله في حنيته ما حبش انه يهلكه، كان ممكن يسيب شيشق يهلكه، لكن تحنن عليه ربنا. صحيح ربنا بيسمح، لكن ربنا مش عايز يهلك لا يشاء موت الخاطي. فيقول لنا كده انه يدوبك سمح بس له ان شيشق يضايقه ويتك عليه عشان الأدب. فيقول لنا إيه؟ يقول لنا إيه؟ على بني إسرائيل إنهم قد تزللوا، ده ربنا بيقول، فلا أهلكهم بل أعطيهم قليل من النجاة عشان تزللوا واتضعوا، ولا ينصب غضبي على أورشليم بيد شيشق اللي هو ملك فرعون اللي هو ملك مصر، لكنهم يكونون له عبيدا. ربنا هيسمح أن يستعبدهم بمعنى يفرض عليهم جزية شديدة قوي ويذلهم ويشغلهم ويأمرهم ويهددهم ويخليهم في قيود صعبة اقتصادية وغير اقتصادية. فلا ينصب غضبي على أورشليم بيد شيشق لكنهم يكونون له عبيدا. وليه بقى؟ ليه رب بتسمح كده؟ ويعلمون خدمتي وخدمة ممالك الأرض. يعني الملك بتاعهم دلوقتي بقى شيشق، شوفوا ملك شيشق لما يتحكم فيكو هيعمل فيكو إيه، لكن أنا لما بملك عليكم أنا بديكو كل سلام، بديكو نعم، بديكو خيرات، بحبكم، بحافظ عليكم، بحفظكم من الشر. لما أنتوا تعتبروني أنا الملك بتاعكم قد إيه أنا
بفرحكم وبرعاكم، لكن لما حد تاني يستعبدكم ازاي بيذلكم؟ فالحقيقة دي فعلا لينا احنا كمان، لما ربنا يملك علينا الله عمره ما بيتحكم فينا بوصيته، لكن دايما يدينا الحياة من خلال وصيته وحبه. لكن لو اتحكم الشيطان العكس، هيذلنا ويبهدلنا ويهلكنا. عشان كده بعد كده يقول لنا كده هوت ان هم ايه، انه اداهم قليلا من نجاح عشان يعرفوا خدمتي وخدمة ممالك ايه الارض. رحبعم عبد الله في بداية ملكه 3 سنين بس للأسف في الأول، لكن قلبه ما كانش كامل بعد كده، ما كانش مع ربنا، ما صارش في طريق داود وسليمان أبيه غير 3 سنوات في الأول خالص. لكن لما تشدد خان ربنا، فربنا رفع حفظه عنه وتركه ليد عدوه. فدي تخوفنا لما الواحد يترك ربنا، ربنا يبعد حفظه عن الإنسان، ولو الإنسان ربنا بعت حفظه ومحبته عنه ورعايته يقع في دين بعيد عنكم سادة أشرار قصاه يبهدلوه. الإنسان لما ما يستحسنش يبقى الله في معرفته، زي ما بيقول في رسالة روميا 1:28، وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم يسلمهم الله لذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. يعني يسلمهم، يبعد عنهم بس شوية كده، يسيب حفظه، انتوا مش عايزيني خلاص، انتوا أحرار. نلاقي هنا هوت بعد عننا الأفكار الوحشة والانحطاط والمشاكل والأوجاع والأعداء اللي هي الشياطين، بعد عننا تبهدل الإنسان. عشان كده بنقول يا أخي الحبيب وأختي العزيزة، الابن الضال اشتاق يخرج خارج بيت أبوه، أبوه ما أجبروش على البقاء معه بالغصب عنه. هكذا الله مش هيقبل حد أن يفضل معاه بالعافية. هو ما استحسنش الابن الضال يتمتع بحب أبوه بنعمه، والله ما أجبروش. لكن لما خرج برا وقع في إيدين بعد عنكم الجوع والتعب والناس المش مخلصين، وابتدى يستعبد لناس شغلوه في مع الخنازير، يرعى الخنازير، وبقى في خزي وعار وتبهدل لدرجة قال كم من أجيل لأبوي يفضل عنه الخبز وأنا بهلك جوعا هنا هوت. فحاجة عشان كده لازم نحذر من الخروج خارج دائرة حب الله ورعايته، خارج دائرة ربنا، وجود محبة ربنا. ما فيش غير العبودية، فيش غير الذل، الشيطان مش هيديني حاجة غير كده. في ذل، في عبودية، في أشرار ما يرحموش، في شيطان ما بيرحمش. الكتاب المقدس بيقول لنا كده، لأن خارجا الكلاب، كلمة الكلاب تعطي إشارة للنجاسة بعد عنكم، والحاجات الوحشة والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. عشان كده الخروج برا دايت ربنا يوقعنا بعد عنكم في أتعاب كثيرة جدا. يا ريت نعبد ربنا بكل القلب، زي ما بيقول كده، يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عينيك طرقي، موجودة دي في سفر الأمثال 23 آية 26. ونبقى في دايرة حب الله يملك علينا ونتمتع به. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.